دخلت شغل او انت بتشتغل في حاجه اي حاجه مش هو بتروح عشان واحد محامي مساعد صاحبك على الذكاء الاجتماعي حتى انت بتربي بعد كده ابنك انت بتتضايق ليه؟ ما اعرفش بتضايق قوي بتضايق ليه؟ ما اعرفش فانت اللي سمحت ما تقولش نكد ما تقولش عمل الظروف فلان اتخرج نفس التخرج بتاعي بس دلوقتي معاه عربيته وفي بيته وسافر طب انا حاولت ماشي لسه نصيب ما جاش انا ما وقفتش بس انا بحاول في ناس بتوقف لا ما هو التاني اللي جاي لغايه عنده مش عارفك انت مالك في الاخر انت مالك خليك نفسك سابوا المايك مارتن جيمر في الجزء الازهر احنا ان شاء الله ما شاء الله من جامعه الازهر اهم هدفنا او رؤيتنا في الشغلانه ان احنا نبقى فريق اول في جامعه الازهر او جامعه الازهر تبقى رقم واحد في العالم وبنحاول ان احنا نظبط الرؤيه دي او نحاول ان احنا نوصل الرؤيه دي على اكثر من طريق او من طريق التنمو اللي الناس كلها بتشتغل عليه وطريق احنا كل يعني هدفنا في الحياه او هدفنا من الفريق بتاعنا فلينا هدف هو الانسان نفسه ان احنا بنشتغل على تنميه الانسان نفسه ما بنشتغلش على تنميه يعني كل الناس بتشتغل في الحته التكنيكال احنا بنشتغل خارج الحته التكنيكال بنشتغل في تهيئه الانسان نفسه تهيئه دماغه نفسه وبنحاول نشتغل على الشخص وبعد كده بنشتغل بره الحته التكنيكال نفسها فاحنا بنشتغل الجزء الانساني تم يعني هدفنا ورؤيتنا ان الانسان اولا بعد كده بنبدا نشتغل في الحته التكنيكال لا فهمنا يا رب اللهم زدنا من لدنك علما اللهم امين برضه احنا عندنا فعاليه كارت شحن تبع فريق جزر الازهر نشاط طلابي جامعه الازهر اول نشاط طلابي في الجامعه هدف ورؤيته ان جامعه الازهر تكون رقم واحد على العالم وعشان كده احنا ابتدينا نفكر في ازاي نساعد الطلبه علشان تقدر تعدي المرحله دي يعني ازاي نساعد الطلبه يعني انها تقدر تعدي المرحله الدراسيه وتتجاوزها ويبقى عندها حلم وهدف تقدر تكمل دوا ان شاء الله وكان من ضمن تفكيرنا يعني عشان نقدر نساعدهم على هذه التجربه يعني ان احنا نعمل كارت شحن هنشحن بيه طاقتهم ويتقدموا بيه للاحسن ويمشوا خطوات احسن